أطفال بعمر الورود وشباب وشابات مصابون بمرض الثلاسيميا مع أهاليهم حضروا لهذه القاعة للاحتفال باليوم العالمي للثلاسيميا الذي نظمته جمعية الثلاسيميا في أربيل عاصمة إقليم كردستان كجزء من الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في كل عام كمناسبة لخلق المزيد من الوعي بهذا المرض واستكشاف خيارات العلاج. حكومة الإقليم تولي رعاية خاصة لمرضى الثلاسيميا وقد تكفلت بعلاجي وفحوصاتي وتوفير كل المستلزمات الضرورية لمرضى الثلاسيميا مجاناً، ويأتي ذلك من منطلق مسؤولية الحكومة تجاه الأوضاع الصحية للمصابين بهذا المرض ومراعاة ظروف ذويهم المالية وبناء على توجيهات رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني. سبق وأن خصصت حكومة إقليم كردستان مليارات الدنانير للمستشفيات العاملة في الإقليم بغية تأمين العلاج لمرضى الثلاسيميا، فضلاً عن مباشرة وزارة الصحة الكردستانية بزراعة نخاع العظام للمرضى. وفي ظل وجود أكثر من 1200 مريض في أربيل لوحدها وأكثر من 4000 مريضاً في عموم الإقليم، يطالب المرضى من الحكومة الاتحادية بتوفير سبل العلاج اللازم ومد يد العون للمرضى في كردستان. مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي، عادة الشخص بعد عمر 6 شهور، والإحصائية بأربيل حوالي 1069 مريض، كبير وصغير كل الأعمار، يعني عادة الأصغار أكثر. يعني شنو عملت حكومة الإقليم؟ هو عن طريق توفير دم عن طريق مركز الدم والأدوية، هو اللي نقص الحديد بالجسم. قبل كان أكو إكس جيت سويسري كانوا يجيبوا، هسه ما يجيبوا، يكلف عليهم وما يعني ما يجيبوا له هاي الحبوب. اشتدعوا الحكومة العراقية. ها؟ اشتدعوا الحكومة العراقية. أزعوا يعني يستجيبون، يعني هذول يعني إحنا هم أبناء البلد وكلنا مرضى. من البصرة للزاخذ هوك احنا كلنا محتاجين هاي الأدوية. ويحتفل العالم في 8 مايو آيار من كل عام بهذه المناسبة. والثلاسيميا كمرض هو اضطراب وراثي في الدم يرثه الأبناء من والديهم، وينصح غالبا باستشارة الطبيب قبل الزواج للتأكد من عدم ظهور المزيد من المشكلات الصحية مستقبلا. يوسف المندلاوي، زاغروز، الفضائية، أربيل.